Assalamu alaikum. Wa rahmatullah. واحد اخ ديال المانيا الله يشافي اسمه ديك تشانسلا ماركو الله يشافيها من ديك باركنسون ديزيز مدين الله يحفظها مدين اللي مسكينه واقفه وجات تدي والله الله يحفظها الاخوه ديال المانيا تحياتي ديال برين من هنا ونتمنوا ان شاء الله الشفاء لديك الرئيس ما تقولش انتم الرئيس تقول لها الشانسلا ماركو مسكينه تدير الحاكا ما عندناش الله يشافيها ايوا هادشي اللي غنتكلموا بعلاش نبدا اسيدي 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 والله مازال ما فهمت حتى شي حاجه انا ما تنفهمش دابا تيقولوا هذه الاداره ديال الامن المغربي تيقولوا بانهم دايرين واحد الحمله على الناس اللي تيسربوا الفيديوهات القدام ديال الفضيحه اللي وقعوا في المغرب والصحافه المشريه ديال المغرب ساتر عليها ودابا دايرين حمله هادو الامن باش يديروا الحمله على موالين المواس والسيوفه دايرين على هادو الحمله على الناس ديال التواصل الاجتماعي قال لك حتى تلقوا الدعايه واش الفيديو مصور واحد جدر من مقطوع لي راسو في الطريق واخا قديمه ولا جديده شنو بصح بالعاني ما كنتش كنتمش على شحال هادي واش عباد الله ديك ديك الدربه اللي قالت تسفاسفه ولا سفاسفه ولا لكن حنا حي الولفه ملي حي كاري الحجر واحد الدرب جديد تما داك الدرب اللي فيه واحد البرلماني مدوز الماء ديال الدوله مدوز الحمام ديالو ديك الناحيه هذيك فين شعل العافيه في واحد الماء واحد المارشي تما واحد السوق ديك الناحيه تي واحد صور واحد عرفتي تيسلخو واحد شادينو في الزنقه معرين ومحيدين لي حوايجو محيدين لي كلشي ودير لي الموس على عنقو وعلى الاخر عطاوه التصرفيقه وزدوا لي داروا لي حوايجو كلشي داكشي اللي ما بغاوش لحوا ليه في الارض ومشاو في هذا الفيديو تا هو نقولو قديم جديد ما عنيناش قال لك ما كاينش ذير نو سموك اوت فاير حتى نقول اداره الامن المغربي ولا الامن ديال الدار البيضاء راه هادشي اللي ديروا عيقتو باراكم الزوار المحاضر خرجوا الزنقه طلبوا الفلوس من عند الوزارات الماليه يعطيكم الفلوس باش تخدموا البوليس وتجيبوا السيارات وتجيبوا الفرغونيزات وتجيبوا ديك الليزا اللي غالي هزمت موس تردي مو بالليزا ما هوش زيدوا في القرطاسه بين 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 حلاويه فهمتي ايوا اش تقولوا دابا نتوما دابا ما عرفتش كل من تيقوا واش تيقوا في البوليس ولا تيقوا في ديك الصحافه المرشيه ولا تيقوا في صحاب اليوتيوب وصحاب الواتساب ما عرفناش دابا هادشي ما بقيناش نعرفو من الحماد من محمد منين ايوا ايوا سيدي قال لك انت دابا تم دوك السعوديين اللي كانوا تيجيو تيخلقوا شويه الرواج في طنجه هما ما غادي هاد العام ما غادي يجوش غيمشيو للمربيه في كان يمشيو بكري ايوا انتما قوتوها مع هذا غتذبحوا عباد الله في طنجه من العام غادي ما يجوش من يشوفوا قوريه الذبحات بالنهار في طنجه عادي يجي الاسره الملكيه ديال السعود وطبقته يجوزوا الصيف في المغرب مي يشوفوا هذا المنكر الواقع تيشوفوا الناس ديال الريف تيتخشوا في الحبس ب 20 عام ولا معلوم ما غاديش يجيو ايوا هو هذا مشاو لاسمو مشاو اسبانيا فهمتي المشطبه ولكن مش سوقي فهمتي غير ما هو نقول لك هذا لان دابا واخا هما مشاو هذوك الدريات اللي كانوا تي هذا فدابا بغا يديبلاصاو كيما كانوا داروا بكري ملي كان بكري يجي داك السعودي المربيه تيدوز 3 شهور هذا قالك الناس اللي تيمشيو من المغرب يخدموا الدريات والشيفورات والطباخه وكلشي الحركه مشيه منين تيخلق واحد الباز في الايكونومي ديال المربيه ما عليناش بقا نتكلمو غير علاش نتكلمو على التونس السياحيه اش من سياحيه جوج الناس اليوم فرقعوا راسهم هادو تلقاو كي غيمشيو للجنه احكي يوم الخميس كاين ديك فري باس تطلع ديرك للجنه الا قتلتي راسك فرقع ديال راسك تمشي بومبا تمشي للجنه الى يعني لياس الجماعه فرح الشيطان على ربي ما عليناش او داك الشجد والرئيس ديالو تا هو ملي سمع داك الشيء وقع جاتو سكته قلبيه وعلى ما جات سكته قلبيه ايوا واش انت مسلم ولا يهودي واش كتقول هذا السبسي ولا هذا السيجار ولا ايوا 93 عام وانت باقي قشات في الحكم اش هاد المساله هادي اش هاد المساله دابا تا من الملوك تا الملوك تا ما ولا يهودوا ابديكيت اللي ما بقاش هاد الهادي تبقى في الحكم طول حياتك لا ما بقاش الا مود داروها في هولندا داروها في اسبانيا داروها في
كاين واحد الدوله ما فين هذيك داروا تيديروا دابا الملوك تيهبطوا في جابون الملك تيهبط ويدير الوالي ديالو يكمل هذا هو هذا غير رئيس هذا ديال تونس 93 عام عمرو وهو بغى يحكم دوله عامره بالارهابيين منين ايوا هذا تشوف كيما شفتو كنايا يدخلوا عمو بحرام نجي لهم مخلوين مره مع البوليساري مره معنا ما عرفوا كاينين ممكن داكشي في عيد القاع ما عليناش ودابا عاوتاني غتقول لي ثاني الكذوب ديك المره قلت لكم على هذاك اسمه هذاك اسمه علاش اليوم سمحوا لي اللبسه اليوم اللبسه اللي لبسات اللبسات العربيه شتني ما بحسنش باش نبان باش نبان اسلامي ندي انا مراكش نمشيو للكاباري اللي نمشيو للكاباري نشطحوا في الكاباري وغادي نشربوا داك اسمه داك الشراب الحمر وداك الشراب الصفراء وغنمشيو نحفلوا على الشيخات انا اللبسه جاتني اللبسه سمحوا الكولور سمحوا اللبسه ديال العروبي ملي تكون تدخل الحكومه انت ماشي بحال الراميده من فوق شبع رشوه ايوا واليوم تيشوفوا بيه في واحد الفيديو عاوتاني قالوا لي لابد ديال المحكمه يلا فاليا دابا هو اللي غيتكلم عليه دابا غندير واحد المحكمه محكمه الراميد وحقوق الانسان دابا غير اللي قال شي كلمه في الراميد ديريك المحكمه لا المحكمه نديروها خاصه محكمه الراميد ايوا مشيتي الكباري واش مش سكنه واش نتايا تاخذ الرشوه وتتنافق عاد حنا غندوها فيك اللي مشيتي للكباري مشيتي للكباري سير اخو الكباري ما مزيان وانا ما حبيبك تجي عندي تجي عندي تخسر عندي الفلوس ملي ما كاين مش سكنه واخا اش دير فيها نتايا حنا ديو ماشي هذا ماشي نقولها بالعربيه تكبر الدعوه اش تكبرها صافي لا بالك مشيتي للكباري قول مسلم الله يعاونك اخويا علاش ايوا مزيان نمشي للكباري غير نمشي للكباري حط فلوسك ماشي بقا تبقى على مول الكباري لانك وزير الحقوق تقول لي قال لك عندك شي حاجه دوز عندي للمكتب نفضيها لك لا ما بقاش تاخذ هي راح تقول فهمتي دخل لي الكباري دابا هذا النداء نعطي لهادو كاع اللي في الحكومه هادو البوليس هادو السميسريه الا مشيتو خلصوا الا مشيتو للبيره نخلصوا بالفلوس ماشي بقا تقلعوا بانك خدام في البوليس ولا خدام في المحافظه ولا خدام في البلديه ولا خدام في هذا مالو راكم زيرو كلكم شفاره قلت نخلصوكم وخسروا فلوسكم في القهوة ومشيو للكباري حطوا فلوسكم بحال المواطن المغربي قد تصدع عليك الري وزير الحقوق مشى للكباري مشى عاود كرر هو الكباري ديالو تصدعوا لي انا ضيعوا لي وقتي على واحد العروبي المسيدي بالنور قال لك مشى للكباري واش هي اش بلادي هذه ماشي اخبار مدي سمحوا لي ما درناش هذا عندو دابا نديرو كازا بلانكا ها هي باش ما نطولش عليكم في الموسيقى ها انتوما ها هي زيد اسيدي هذا النداء ها هو شتوه ديال هذا باش تعرفوا باش تقول انتوما وتنحيي الناس ديال النميمه في انحاء العالم اللي جابوا لنا هذه الاخبار اللي جابوا الاخبار فهمتي ديال الاطباء اللي ما عندهمش تجربه في الجراحه وتيديروها باش ياخذوا الفلوس فهمتي ها انت يا سيدي هو دابا هذه درناها اليوم الراميد ها انت السي الراميد هايا الراميد ان كباري هيا راه وزير الحقوق كذاب ومشيتي للكباري وقولها ما كاين مشكلة سي الراميد قال لي واحد صدعتو بالموسيقى لأن الدراري عندو نعسي اسمح لي اخويا لا فيجختك بالليل فهمتي انا اليوم عطل كنتفرج في البريمير ماتش البريمير ميتا ديال نكازا ضربو دوك صحاب الدولة الفوق ديال الفايكينغ نورواي نورفيج تحيه لصحاب النرويج الله عمرها دار ولكن اخويا ممكن باقي لكم الوقت تماركي شي ديروا التعادل ما عليناش دابا الا ضربنا هادو ربحناهم هادو النساء ديالنا الكواريات الا ربحوا الماتش دابا ان شاء الله غادي يربحوا باقي لي شي 20 دقيقه غادي نشوف المادام واش تهز المادام واش تسوق عليها اسكتلنديه خسرات ما عليناش غادي الا ربحتو غادي بينا نتلاقاو مع دوك لي بارلي فرونسي نضربوهم في السيمي فينال تاهما في دومي فينال إلا ربحوا الميريكان إلا فرنسا ربحت الميريكان غنتلاقاو مع الفرنساويين في بلادهم فهمتي في بارلي فرونسي تما تاهما ندقوهم فهمتي مكاينش هذا تحية لصحاب فرنسا لو تريكولور إوا دابا تشفرت ماشي غير في الحكومة واش الشفرة الكبيرة هي اللي كاينة في الفاينانس فهادو ديال لي بنك وستوك اكستشانج لان كاين ديك اللعبه تيقولوها بالانجليزيه انسايد تريدينغ
تيكونوا خدامين كل اللي تكون تعملوا في تبيعوا وشريوا في لي بور هذيك في الشيف تخرج خدي تيجي شي واحد شي معلومه في شي هذا تيعطيها لصاحبه تقول ليه ميزي ايوا تقول هما انسايد تريدينغ ساعه عقوا بهم في الانجليز شحال هذه كل الناس مشات للحبس كل الناس اللي خدوا السيزي كل اللي حكموا عليهم باغتيال منين ايوا وكاين في المغرب مازال ما عاقوا بها هو تما كاينه الضربه راه تما في كاينين الشفره الكبار هادو ديال الفاينانس هادو اللي تقول مالو زيد عليهم دي هذاك اللي بغا يديروا لنا الفاينانس سيتي في ديك اسما في اونفا ايربورت فهمتي قال لك غيبنوها تما ساعه مازال ما بقى سمحوا لي سمحوا لي التحدي القرجونة تحية لي صحاب الالمان فهمتي تما في كاينة الضربة فهمتي راه هادو بحال هادو البوليس وهادو هادو بالنسبة لهادوك هادوك شفارة هادوك الحريفية هادا تما فيك نتخاود ولكن أنا ما عنديش الخبرة في الفاينانس فهمتي ولكن نعرفو دوك تقولي منين لأن حنا قرينا في هنايا في مدرسة الحياة فهمتي قرينا فهمتي فلي هذا يا أخي المواطن هادو خصنا ندورو عليهم دابا خصنا نصيفطو المراسلين لك ديال السيتي المراسل ديالنا ديال السيتي باش يصيفط لنا النميمة ديال السيتي اش وقع في هذيك لا بوست دو كازابلانكا ولا كاين فين نشوفو تما كاين الضربات تما فين كاين الشفارة كبار كتار من الطبة هادو صحاب السيتي مخ الويدين مخ الويدين تيخلو فهمتي بحال الأطباء الأطباء دابا الطبيب عاقوا بهم عاقوا بهم منين كي دابا الطبيب تيفتح راه ما عندوش الخبرة في الفتح أنا نشوف واحد الفيديو واش قديم ولا جديد مش سوقي فيه هذا واش الدرية مسكينة مشا هذيك الطبيبة خصها تضرب الفلوس بقى جان الطبيبة يعرف الشفارة بالقحبة نقول لك من هنا مش يعني ماشي سوقي لا 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 حاجة ماشي سوقي مش ولكن بقى الفلوس من هنا علاش تجيبوا الفلوس باش يتشاركوا في زهرتي انفيستيو في ذاك المافيا ديال العقار ايزي مونيكا فهمتي تشوف قد انا نفتح لك طيحت لها قالت لها نصران زين دارت لها واحد الطرف قدكو وقالت لها ثاني الطرف الكبير غيجي واحد سبيسياليست غادي يحيد لك الطرف الكبير دوخاتها ثاني يد هذا كملت فتحه وقالت لها صافي حيدنا لك والدري العقل قالت لك ما لا الطبيب لا والو غير هي اللي دارت زاد عليهم جوج ملايين ماشي 8 مليون ضربت فيها والدري دابا مريض الدري ولا بحال صافي مشات ولا بحال الكابيج فهمتي كابيج فهمتي راسها تيدير ها رجليها تيديرو ها يديها تيديرو هاديك ولكن دابا المشكل لان القحبة هادو الاطباء ميسواوش انا نقولها لك ما تقولش لي عشان نقول لهم القحبة اللي ما حشمش او واحد اللي ما حشمش نقول له القحبة لانهم تيقول لك بحال هكا كاين غلط طبي ولكن ما يعملهاش كتابيا ما تيبغوش يشهدوا على بعضياتهم بحال المحامين تا هما كفز فهمتي انا نقولها لك ولا البوليس ما عمرك شي بوليس تي يشهد على بوليسي لانه القحاب كلهم شفارة تخلويت يقتلوا في عباد الله هذا الطب انا نقولها لك من هنايا خلينا لا اذا غتعول على ديك الصحافه ديالكم ديك الصحافه المشريه راه ما تصوروا والو حنا نتكلموا باللغه الدارجه لغه البار فهمتي قال لي واحد قال لي انت سلقوت ايوا معلومه راني سلقوت واش باش نكتب عليك او وبغيت نبقى نتكلم معك باللغه ديال التلاوه حشومه ندخل لغه القران ندخلها في البار حشومه عليا راه اكيد ليميت في راني مسلم ولكن باش نستعمل لغه القران في البار لا 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 ما ديزاش ليا حرام وليات الجامع عادي فرح والديك على ربي فهمتي ما عليناش انا نقول لك يا اخي المغربي لان في هذا البار في هذا المنبر تنحيي دوك الزملاء ديالي اللي كاينين في انحاء العالم فهمتي راه كاينين الناس كاين الناس في هاواي 54 ماشي هاواي المناظر يا كامبو ويلي هاواي عرفتي فين جا اوباما ما عليناش دابا على داكشي اش نتكلمو راه الاطباء راه دابا الاطباء تيمشيو دابا راه تيجيو يلاه خير الا كملوا ستاج ديالهم خصهم يخدموا مع الحكومه مرة شحال من ساعه ولا القحاب يمشي يعملوا ديك الاكسترا في السوايع في نفس السوايع اللي خصهم يخدموا فيهم في المستشفى العمومي تيمشيو للمساحات و تيجي واحد تيبداو يتلاحوا فين تتعلقوا فين تفلقوا هما ماشي سبيسياليتي ديالهم هما غير باش ما تفلش الهمزه
تقول انا ندير لك، هو ما عنده لا خبره لا والو، راه بحالي بحالو، راه فهمتي، راه والو، راه فهمتي، راه ها انا عندي هذه، شتي، وعندي طبيه بيضاء، عندي الكتابيه بيضاء فهمتي، وعندي ستيلو، شتي ستيلو دو عندي بحال بحال، راه والو، راه غير الكذابه والقحف، هادو اطباء والو، اللهم صل على العطار يداويك، راه هاد القحف، هاد الاطباء راه دايرين واحد الخبله في المغرب وما كاينش دابا، ما تقدرش عمك شي واحد ربح دعوه ضد الطبيب، قولها ليا، عطوها لي الله يرحم بك، اخواني المراسلين في وزاره الصحه في الميدان ديال الصحه، ماشي وزاره ما عندناش الوزاره، في الميدان ديال الصحه راسلوني قولوا لي كاين شي بريزيدنت فهمتي، شي واحد طبيب وربح، ولا شي واحد على المحامي وربح، ولا شي واحد على النوتير وربح، ما تربح والو فهمتي، لان هادو الاطباء اللي فيزو ما با لي فرونسي، هادي هذا تيدخلوا للقحام عليك المافيا العقب عليك، ولاد القحام ديال القصر عليك، ولاد ولاد الزينه عليك، كنقول لك من هنايا ما نتكلمش على الامراء، على دوك اللي يقولوا بانهم امراء هما ماشي امراء، لا علاقه لهم ب ب اسمه هذا الملكيه، غير حد زادوا في القصر ما عرفتش كيفاش وقعت تزادوا، لان هذاك القصر بيهاند وولز وي دون نو واتس جوين اون، ما كاين غير انت تيتخلق هنا، ودابا راه مستعمرين هاد الاسواق ديال المافيا، هاد الاسواق ديال المافيا ديال العقار، العقار تيضربوا فيه البيزنس، عرفتي راه كاين تشفط الماء، راه الماء، ولكن دابا كاين الماء تخرج للخارج، تخرج للخارج يا اخي المواطن، اسمع ليا ما تصدعنيش الله يرحم باك، انا نقول لك يوم الخميس وما خصنيش نتقلق، لان غدا كاين الجمعه فهمتي، ايوا فهمتي، راه هادو خصنا نفضيو عليهم فهمتي، نبقاو عليهم بالتشويش، التشويش صافي، ولي شتي تقول عاش الملك ويحتقون، ولي انت النهار الاول ما عملتيش خدمتك، لانك ملي بغيت تمشي تشري الدار ما تفارقش مع فلوسك، تشوف تقلب عليك الدار وتجيب الوراق وتجيب الوراق وتسير كاليزيهم وشوف واش بصح، وهذا وهذا عاد هذا عاد شري، لأن ولاد القحاب راه والو، راه المخلويدين، راه المخلويدين، راه المخلويدين، واللي تيخدموا هادو يقولوا عنهم النفوذ، واش عباد الله بين دار ودار غير ودار، ها واش عباد الله بين، دابا انت تحل الشاشة تشوف فيه راهو لهيه. ها هو باكي نكح مرتو ولا تنكح ولا شو ولا ولا ما عرف ما تشوف بحال هكا غادا بحال هكا والشرشم راهو تما، ايوا هذا شكون اللي عطاه البلانين بيرميشن البيرميسيون ديال بيتاج، شكون عطاه هذا البني باش يبني، لان ولاد القحاب المهندسين، هاد المهندسين كيما قلت لكم راه هما اقبح قنت في العالم، ولاد القحاب تا هما ما يسواوش، انا نقولها لك كاين النزاهه، ها اسمح لي كاين النزاهه، ولكن اكثريه ولاد القحاب غير الشفاره، كيفاش تيشوف الارض قدكم ما فيها ما كاناش 4 متر ودال وعطاه البلان باش يبني، باش يبني بجوج ديال وعرفتي واش شرجم، شرجم حدا شرجم، هادشي بعين السبع، تا هاد الفيديو قول بانه قديم، معنيش يكون قديم يكون جديد ماشي سوقي، حنا غنا نجبدو نبدا نتكلمو على نستعملو لي ريفيرونس فهمتي فهم لي ارشايف لي زارشيف، صافي حنا ماشي سوقنا، يكون جديد ماشي جديد فهمتي، غود نيوز ولا باد نيوز ولا اولد نيوز ولا فيك نيوز، نبدا نتكلمو لي الهضره ديال البار ايديكيشنو فهمتي، باش تسمع خول اللي عجبك واللي ما عجبكش لوحو صافي، ما بقاش تزعلي انا ماشي هنا باش نقريك ولا ما نقريك، انا والو انا قلتها لكم انايا راني ما قاري وما والو، كنت قاري كنت دابا صبحت خاري في البرلمان فهمتي، فلهذا ما لا نعاود الهضره ديالي عاوتاني، تقول لي راه حق السكرتي راني ما سكت ما والو، علاش شرب الدواء ديالي هادو ما شوفوا ها انتوما، قولوا بسم الله احوا قولوا لي على الحطه، جات معايا الحطه، الحطه ديال العروبي هذه هذه اللبسه ديال العروبيه، صفر مع الاحمر مع الزرق فهمتي، هادي هذا شويه كبيره من الكمام وهذا تيدخل الكباري، ها اهلا سي راميد، راه الطبيب ديالك موجوده، اش من موجوده جا القداوي فهمتي، واحد كيما وعدتكم البح النساء المتفرجين، ها انتوما قلت لكم البح الصفر اليوم هو البينك، ها انتوما كنت غير نفرق عليكم النوار، انت تسالي مع داك النوار اللي يعني تما، الله على ريحه، شم 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 الله، شم شم كلنا راه نتوما الاخوات الاخوان ماشي ولا بحال بحال، وانا نقول لكم المهم من هذا راه فهمتي، راه خصنا نحاربوا الرشوه، خصنا نحاربوا هذا الغش، خصنا نحاربوا كل شيء فهمتي، فهمتي من كل شيء، خصنا نعرفوا الناس يوليو يحترموا راسهم، ونبدا نقولوا لهاد المعلم تا هما المعلمين تا هما ما تيخلصوهمش مزيان، معلوم المعلم عليه كريدي كيفاش غادي يجي يقراك درس فهمتي، ما تيقراك والو ما تيقراكش، باش ما تغش، باش تكون مخلص، باش تكون هذا فهمتي، ما تقريهمش،
ما تيقريهمش ما عليهم ديكش عايش داري يخرج فار واش عباد الله. دابا حنايا بينا غير هاد العمده ديال الدار البيضاء قوي على بحال هادو هو قال لك حق الديمقراطية ما الديمقراطية ترشح ما ترشح خصنا نتسنى حتى 21 ايوا ما كاين دابا من هاد الدراري الدراري ما تصوتوش على حتى حزب شوفوا داك الاحزاب اللي ضعيفه اللي ما عندهاش هذاك صوتوا عليهم مدي صافي لان هادو رجعتهم للبوفوار صافي غتولي عندنا الديكتاتوريه المغربيه ما قاتلها الملكيه لا والو هذه غادي تولي دي ديمقراطيه با ستيلت مدي مدي بلا 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 انقلاب لا والو مدي وحنايا يستعملوا الديمقراطيه يقولوا عطيناهم الباور عطيناهم المانديت تروازيام مانديت باش يمشيو موروكو ايوا ايوا ديك الساعه غادي يبدي كلاشو مع العرش اللي غادي يبدي يزيغو فهمتي في زيرو عندي يزيرو تقول لي اسمع فلان اسمع الملك راه حنايا دابا ايوا لا ما تعطيهمش المانديت خلي يدير يمشيو بحالتهم ما عندنا ما نديرو بهم هما ولا الاسلام ديالنا كان ذاك الاسلام اللي تفرقعوا عباد الله في تونس اليوم هذاك هذاك ماشي اسلام فهمتي راح قول ترامب داير فيكم ترامب راه ترامب عارف راه عارف عارف شنو هو الاسلام فهمتي ايوا شتي ايوا دابا هادو هاد المغاربه هادو ما تعجبهم الاسلام غير في الدول الاجنبيه يا ولد القحبة انت جاي من دولة اسلامية وبقى فيها من الاسلام عندك في دولتك عندك العدل وعندك علاش جي عندي هنايا جي عندي لاستراليا ولا المكسيك ولا شنو علاش وجي تقول لي حقوق الانسان اش من حقوق الحقوق بختيهم في بلادك وتجي عندي هنا كضيف وتبدا تقول لي بلادي فيها الاسلام وفيها ومي بلادك في بلادك لا سير لي اخويا ارجع ليها جمع حوايجك وسير بحالك ها لا يكلف الله نفسا الا وسعها اه فهمتوا دابا هانتوما هانتوما راه الاسلام هو اللي كيف القران صافي ما قد صمت شي واحد اما الباقي غير البخ دابا قلنا لكم هاد العداله والتنميه مشات ترجعوا البوفار غادي يولي تهديد على الملكيه اقسم لكم بالله غندير بحال الروشي بالله والله غادي ندير بحال حتى هو راه خطر حيدوه ما تزبل راه تمشي واش عباد الله الانسان مشى الكباري وما قدرش يقولها ايوا والمغرب فيه حريه التعبير سير اخويا الكباري محبابي قالوا علاش راك عندك مهمه كبيره ديال الحقوق اللي الظلم خصك مرة تهود تضرب ويسكيات في الكباري وتشطح ومع الدم العروبي خصك تهود تشوف الشيخات ها ولو عليهم شويه الفلوس ها ويغنوا عليك ها زيد الرابي تزيد بحال داكشي يا فعلي هذا ما بقاش تضيعك راك ها هي داك العروبي هذاك هذاك وزير الحقوق الا قالوا لك مشي للكباري قول لهم بصحتي صافي اه وما فيها عيب او علاش وانت بعدا ديجا منافق وديجا مرشي ايوا زادوك زادوك الموتيف الثالثه بانك تمشي تقصر ما غتاثرش ما غتاثرش على الريفيرونس ديالك ولا على السي في ديالك فهمتي السي اسمك اسمك اسمو اسمو راميد ايوا خلي الله يحبكم اليوم ديال الجمعه راه واحد يكتب شي واحد كتب لي قال لي نكازا ربحوا ولا ما ربحوا ايوا صافي ما عليناش حنا من الفحوش من دين الفحوش حنا نتمنوا المغرب يربح حتى هو فهمتي كاين كاع عندهم ازمه واش اللي بغى يربح يدي مع نيبه ما عليناش ايوا الاخوان شنو نتكلموا علاش نسينا عاوتاني تكلمنا على هذوك اسمهم تكلمنا على هذاك الماكين اسمه هذاك الكريساج فصل فصل المدينه عين بين صحه وتكلمنا على بان داك اسمو الاطباء اللي تيعملوا العمليات ما عندهم حتى شي تجربه يعملوا على قبل الفلوس هو ما عندنا تجربة وكثير دوك دوك الاطباء اللي النساء هذوك هذوك والو هذوك هذوك فين تقولوا فهمتي انا ما انا حتى احترم النساء ولكن ما تقتلوش يا عباد الله لان شي واحد ينكح فيك في البرلمان ولا شي واحد ينكح فيك في شي وزير ولا شي واحد شنو هو تستعمل الفرج ديالك باش تقتل عباد الله شنو هاد البزالة هادي ها داك اللي تعرفي تفحي فتحي مكنتش تعرفي ما تدخليش نقول لها اختي سمحي ليا ولا سيدي سمح ليا راه كاين واحد الطبيب بغا يجينا واحد سبيسياليست فهمتي وصافي وداك سبيسياليست الا ريكومندي تي علي داك حقك وانتوما تبغيو تاخذوا كلشي ليكم نتوما على خاطر تقودوها انا نقول لك هادو اصحاب المساحات خصهم يكونوا ريسبونسابل علينا هادو خصهم حتى هما خصهم يبدلوا القانون خصهم يبدلوا القانون فهمتي اي واحد مات ولا اي واحد وقعت ليه شي عمليه ماشي خسرات في الكلينيك ولا
ولامات خصها تكون اوتوماتيكمون واحد لانفيستيغاسيون انفيستيغاسيون يجوا الناس هادو اطباء مستقلين ماشي شفاره ماشي تيتلاقى مع الدكتور ديال الشرايبي هو اللي يوقف مع القضيه راح تقاول انت ولا داك الشرايبي انا واقف انا ماشي تقف في العائلات العائلات ما تهمونيش فهمتي هذاك وديروا واحد البحث غادي تولي بحال روتين ميخرج داك بنادم من الميت من الكلينيك تجي السلطه ديال البحث يجي طبيب ويجي بوليسي ويجي هذا باش يشوفوا السيد باش ما مات ها اذا كان غلط بيوش ديك الساعه عادي تلقوا الجثه خلي منك الدعوه خصك ديه المقبره دفنوه في النهار زعما كي يمشى داك النهار يطلع للجنه وي الجنه خصك تسنى فهمتي نقول لك من هنا ماشي سوقي فهمتي انا نقول لك فهمتي مقضي عليك الله يرحم باك واش نتكلموا كاين شي حاجه معلش نتكلموا دابا حنا غير دابا حنايا هنايا راه ماشي حنا نو بوليتيكلي افيليتي تو اني بارتي حنا ناس هنايا تنجمعوا في هذا المنبر تنجمعوا تنذكروا على المواضيع الاجتماعيه والحساسه وداك الشيء فهمتي نتكلموا عليها وتناقشوها في واحد المناقشه سلميه وديمقراطيه و واش من الكلمه نسينا عليها منين فلهذا هادشي اللي كاين اخوتي فهمتي واحد الفرنساوي قال لي على هذيك انا حنا قلت عملت في عاود نقول 1066 هي راه هي 1066 ماشي 1664 هذيك الباتل في هايسينغ هو ما عندهم معلوم يدير فهمتي يسحب لينا انا مسالي نبقى نقلب في لي ريفيرونس ولا جوجل المروكي راه بيزي مان المروكي واحد الانسان بيزي ديما عنده مشغول ايوا اللي قلت يا اخي المغربي ما عندك ما دير شكرا على المعلومه صححتيني انا المعلومه ولكن حنا مزيان تنعملوا الاغلاط باش نشوفوا شكون نتوما اليرت لانك واحد اللي كبر تيبقى ما تكلمش معاه غادي يبقى هذاك العقل ديالو يبقى واقف اللهم الا بحال قلتي لي شي حاجه وتكليك لك لا 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 راه غلط وبيكتب يعمل كومونتير تخلق لي واحد لا في العقل ديالو ماشي هذاك الشيء حنا البرنامج ديالنا دايرين الناس اللي يكونوا مريحين بالليل بوحدهم فهمتي ويبقاو هذا الا شافوا شي حاجه قلناها غلط يصححونها فهمتي يعني بزاف باش العقل ديالهم يكون خدام اذا بقينا نخطبوا عليهم كما نخطب عليهم دوزيام ولا ديك الزمه الاولى ما غادي يفهموا والو يبقاو ديما مكلخين فلهذا حنا هذا البرنامج نديروا فيه هذه الاغلاط بالعالي باش نشوفوا المواطن ديالنا والمشاهد ديالنا باش يبقى اليرت ها احنا ما نخدموش تقولي ها وها اللي قلنا لك اخويا شكرا على هذاك عاوتاني نطلب من الاخوان المشاهدين ما تبقاوش تهزوا بعضياتكم فهمتي ديك بالي فرونسي فهمتي نسوها ايوا الا قال لك شي حاجه نساها ولا نتقل شي حاجه بقى تجيب لي الارتيكل ديال هذا وديال هذا وديال التيروريزم ديال هذا وديال هذا خلينا من داك البخ يا فرنسا مسالي لك ايوا خلينا ما بقاش تضربوا بعضياتكم الله يرحم باكم بالفرنسا وبالانجليزيه ايوا حنا خصنا نحلوا المشاكل في واحد نسيت على كلمه بيسفولي ماشي بيسفولي كلمه واحده اخرى معليش بعقليه ايوا ايوا هادشي اللي كان خلينا ندفع لكم الدول اليوم بكري لان ديال الجامعه خصني نشوف لك كاين واحد البرنامج اليوم ديال البوليتيك تيقولوا لي كوشن تايم لي كوشن تايم نمشي نتفرج فيه هو هذا انا غنضرب عليكم الناقوس هما اللي شفتوه ها هو وانا غدا ان شاء الله غادي نكون غادي نعمل الزياره الاسبوعيه لكوفن جاردن فهمتي وراك وعاود لك راك فهمتي ما تصدعش ليك الله يرحم باك فهمتي العام سبسكرايب ابوني بارتاجي شير كليك لاك تهلاو فلوسكم ونشوفكم غدا ان شاء الله لايف فروم كوفن جاردن ولا قال لي واحد صورنا حدا الواد نديك حدا الواد نصورك معليش هو نخليكم وتبقاو على خير سمحوا لي على اللبسه ماشي هذه اللبس ديال راه درناها باش نبان راني ما حسنش اليوم فهمتي ما حسنش ما ولاد بحال باش نبان بحال هكا ما عملش الطربوش ما عملش النظر كحلي نعمل باش نبان بحال هكا العروبي ديال الراميد فهمتي داخل قلب العروبي داخل كباري ودابا حنا نستنى في الطاكسي غيجي غنديو معايا واحد الرزمه ديال 5.5.5 باش نمشيو حنا الكباري انا ومراكب ها نقصرو اي تشاو